بعد ما تسمعه وتحب تسمعه وهو يبدأ يغلط في القوالة، إذا معاك عصا صغيرة، أول ما يغلط يعني يقول تصفيرة غلط، تضرب القفص عشان يبطل يقولها. تدريب يعني، أداة بتاخد معك هتدريب أداة بياخد معك وقت. والله كان كثيرة محليا بصراحة، ما عادش لاقي له الوقت يعمل اللي يحب، خليته حر على روحه ويدبر راسه يعني. بس هوايتك هي طير الشغل ولا في طيور تاني مثلا الحمام تربيه لا وهيك؟ لا، هو العصفور فقط هذا الشغل. برنامج يا عمري حب يقدم لك هدية، بنتمنى أنه تعجبك. ألف ألف شكر عزيزة غالي. لا ما والهدية جايبتها رانيا. ألف شكر، ألف شكر، ألف شكر. شكرا رانيا، عزبناكي. فيك تحط حدنا تنشوف بركي بغني لنا شوي هلا. حبيت نقول لك حاجة أخي شربين. تفضل. يعني بقدر ما يكبر بي العمر، بقدر ما بقيت نرفض العصفور محبوس. كانوا عندي كثير، حاليا بقى عندي واحد، لكن بصراحة ما يكبر واحد ويتعلم، المفروض يبقى حر العصفور. طب نحن هديناك اياه كرمال تعطي حريته، تطلق له حريته. نسيبه حاليا خلاص. ما انا بدي اساله انه حضرتك فنان، وعاده فنان بيطلب الحريه الكامله حتى يشطح بخياله قد ما فيه، ما صحيح. هيك؟ كيف ترضى انك تحط عصفور بقفص بذات الوقت؟ والله كيف ترضى الحريه لحالك وما بترضاها بقول لك حاجه، انا نشتري شغل وهو مولود في قفص، ما يعرفش معنى الحريه، ما زال ما يعرفهاش، لانه اتولد في قفص وما يتولد الا في قفص. هلا انا بدي اطلب منك شغله، هيدا العصفور لبناني 100%، ما بعرف اذا ذكر ولا انتي بعد ما معي خبر، بس بدي اياك لما تروح على تونس تدبر له عروس او عريس يكون تونسي كمان وتقعدهم مع بعضهم، اوكي، حتى يعيشوا عيشه سعيده، وبدي اياك توعدنا بدك تعمل هيك، ورح نبعت ناس من هون تيتاكدوا اذا حتى يطلوا له شريك ولا لا. ان شاء الله يطلع انثى بس خطر. مش نفرخ منه معلش. فإذا رح نتوقف هلا لحظات مع الإعلان وبنترك الفنان لطفي بوشناك يتعرف على العصفور. أهلا وسهلا. يا عمري بعد متابع معكم على شاشة المستقبل مع ضيفنا الليلة الفنان التونسي لطفي بوشناك. الأستاذ لطفي خبرنا خبريات صاروا معه بسفرته كثيرة، خبريات مزبوطين صاروا، ثلاث خبريات، ونحن مثل العادة زدنا خبريات مش مزبوطين. رح نستضيف ثلاثة من الجمهور معنا تنشوف إذا رح يقدروا يعرفوا الخبريات المزبوطة والمش مزبوطة. فإذا شربي رح نستضيف جوستين برهوم، رولا أيوبي، وصالح عبد النبي. اهلا وسهلا فيكم ببرنامج يا عمري. ان شاء الله ما تكونوا خايفين، اول شيء بس نطلب منكم انه الميكرو يكون قريب على تمكم. اوكي. جوستين اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. انت شو بتعرفي عن تونس؟ عن تونس؟ والله ما رحت بعد اعرف. ما بعرف عنها شيء. ما بتعرفي وين بتصير وين بتوقع؟ ما يعني هلا على الكاميرا نسيت كل شيء. نسيتي على الكاميرا، نسيتي كل شيء تعلمتي من المدرسة؟ حتى لنشوف صالح. أنا شو صالح؟ نفس الشيء، ما بعرف شيء. أو شو صالح؟ فإذا خلينا نبلش، خبرنا أستاذ لطفي عن تونس. إيش تحب تعرف على تونس؟ أول شيء بنعرف إنه بيقولوا تونس الخضراء. تونس خضراء فعلاً. يعني ما هيش بعيدة كثير على الجو في لبنان، هي على البحر. يعني قريبة ياسر، الشعب اللبناني والشعب التونسي يعني قراب في العادات متاعهم، في العيش متاعهم. وتعرف اللي تونس يعني عملتها عليسة، جات من عندكم من هنا من لبنان، وعملت قرطاج في هي اللي عملت تونس معناتها، تعرف هذا ولا لا؟ مظبوط أكيد. بلد سياحية، بلد فيها الخضرة كثير، في لحية كذلك، فيها عدد كبير من السياح يجوا من أنحاء العالم. يعني تحية منا لكل الشعب التونسي اللي عم بيتابعنا هلا. رولا بتصور أنت كمان بتعرف شيء عن تونس، ما شفتك حكيت شيء. تونس الخضراء. تونس الخضراء. هي بأفريقيا. قرطاج كتير، مهرجان قرطاج كتير مزبوط. أنت صالح لأيمتى؟
لا ما مش صلاحيتك هلا ماشي. طيب استاذ لطفي فيك تبلش بال خلينا نسمع اول ثلاث احتمالات لنشوف اذا اضع الزعتر البري في كل انحاء المنزل لانه يبعد الارواح الشريره. هرب صديقي البخيل من المطعم لانني قلت له لا احمل معي نقودا. كسرت نفس الاصبع في يدي اليمنى 4 مرات في سنه واحده. تنشوف رولا ثاني احتمال يلي هو ثاني احتمال هرب صاحبه البخيل من المطعم لانه ما كان حامل مصاري ليدفع الفاتوره. صالح ثالث احتمال ثالث احتمال كسر اصابعه 4 مرات. شو الاحتمال الصحيح؟ رولا الناجحه. خبرنا القصة كيف صارت؟ عندي واحد صديقي انا كثير يعني نحب الناس اللي يعني هلا اذا عم بيسمعك بيعرف حاله؟ ما اعتقدش. لو يسمع يعرف. لا لو يسمعني يشوفني يعرفني. يعرف حاله. نعرفه بخيل جدا جدا يعني كما يقولوا بالمصري جلدة يعني ما تطلعش لو طلع مليم من جيبه اليمين عشان يرجع للجيب اليسار بس مش عشان يصرفه. ممكن بس تقرب الميكرو شوي لان فرحت معاه عزمته وكنت قاصد الخطه مسبقا عزمته في مطعم فخم وقعدنا نتعشى وفجاه جات يعني جاء الحساب. قلت له سامحني يا صديقي راني ما لقيتش معايا فلوس وممكنش يعني لغايه بكره يعني ولا بعد. قال لي لحظه واحده رايح المشوار. من وقتها ما ريتوش يعني فل مشى ما ريتوش من كم سنة. لا يعني هرب يعني شفته بعد مدة. خلينا نسمع تاني ثلاث احتمالات. كانت أمي تربط ساقي بطرف السرير كي لا أقع أؤذي نفسي. مثلت في المدرسة دور حنا بعل وكان عمري سنة. كانت تربطني صداقة قوية مع الفنان ليو فوري وكنت سوف أغني معه في الأولمبيا لولا موته المفاجئ. جوسلين خلينا نبلش معك. أول احتمال كانت أمه كان تربطه. كانت أمه تربطه. كان شيطان كثير يعني هو صغير. معقول. صالح شو بتقول؟ كمان أول احتمال. شو بتقولي رولا؟ تاني احتمال. الاثنين ناجحين سامحني. ليه كانت تربطك؟ كنت كثير شقي أنت وصغير؟ نعم. كنت شقي كثير أنت وصغير؟ لا ما كنت شقي حبيبي. احنا احتياط الربط. 9 10 اولاد. كيف تطبخ تضبط البيت توكلنا فكانت لازم كل واحد. وكنا صغار نخاف لا نوقع ولا تصير لي حادثه ولا نطلع ولا نكسر حاجه فكانت. بس ما كنت الوحيد يلي تنربط، كنت العشرة تنربطوا. لا ما كناش عادة. اللي اصغر هو اللي تربط لانه اكثر عرضه للخطر. صحيح. خلينا نسمع اخر ثلاث احتمالات. أحب البحر كثيرا وأمتلك يخت يحمل اسم ابني. هجمت علي عصابة في مترو باريس وسرقت مني حذائي. بعد حفل كبير لي في الهند بعت 500 نسخة من ألبومي في الأسبوع الأول من صالح. أول احتمال. جوسلين ثالث احتمال. بيع 500,000 نسخة من الكاسات بالهند. صحيح. أنت الصحيح. صحيح. جاستين أنت ربحتي. خبرنا عن كيف هذا الكونسرت وليش هالقد انباع مع إنه غنيت بالعربي. نعم. وليش انباع هالقد بالهند مثلا مع إنه ما بيحكوا العربي؟ يعني التجربة كانت فعلا رائعة وكانت تجربة فريدة من نوعها. وغنت معايا يعني تنجم تقول أم كلثوم الباكستان عبيدة بارفن. يعني صوت رهيب واسم كبير جدا جدا في الباكستان وفي الهند. أكبر مخرج سينمائي هناك اسمه مظفر علي سمع علي في تونس وسمع يعني سمع عن صوتي فجاته الفكرة أني نعمل ديوتو مع عبيدة بارفن. فرحت للهند وغنيت معاها كان فعلا حفل رائع جدا ومباشرة يعني نشروه ووزعوه في الهند وفي الباكستان وكانت تجربة ممتازة جدا. كيف
كنت تقرا المقالات؟ نعم. كنت تقرا المقالات اللي تطلع بالصحيفه بالهند؟ لا، كانوا يكتبوا بالانجليزي، وكان فيه جورنال انجليزي طبعا، يكتبوا بالهندوس ويكتبوا بالهندي، لكن ما نقراش، لكن فما جرايد تكتب يعني بالفرنسي وبالانجليزي. وحتى شو اسمه يعني المقالات اللي بالهنديه كان يعني يترجموهم. هلا بدنا اياك تختار الرابح معنا. بدك تختار رابح من الثلاث مشتركين. يعني اللي نجحت اظن الاخت جوسلين. جوسلين، مبروك جوسلين. شو بدك تقدم لها هديه؟ عم بسال شو الهديه رح تقدم لها اياها لجوسلين؟ انا متفاجئ بال يعني السؤال هذايا، لكن عندي خاتم خذه. هي لازم تكون هديه شخصيه. خاتم. خاتم بتاعي متاع الوالد متاعي على راس العين. يعني هيدي الشغلة كتير عزيزة على قلبك، عم تعطيها اياها. مش مشكل، على راسي وعين. نحن على كل حال رح نتشكرك، بس قبل ما يفلوا المشتركين معنا بدهم يسمعوا منك اغنية يا ريت. تفضل. واحد
واحد وواحد واحد وواحد واحد وواحد بالحساب اتنين يا روحي حساب اتنين يا روحي بعدي واحد وانا 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 حساب الهوى ولا حد يقرأ
وطلقوا
غيرنا من غير ما تستنى أوامرنا أثر الأيام بتغيرنا من غير ما تستنى أوامرنا ما تسيبش حاجة زي ما هي لا أنا ولا أنت يا ريت يا ريت لو كان بداية أغير الدنيا حواليا لو كان بداية أغير الدنيا حواليا أغير أيامها ولياليها وأغير الناس اللي فيها أغير أيامها ولياليها وأغير الناس اللي فيها ما تسيبش حاجة زي ما هي في الدنيا دي غيرا يا عليا. بعدكم مع يا عمري. استاذ لطفي، نسرين وانا بنعرف انك بتحب الشعر وبتقدر الكلمه الحلوه، مشان هيك رح نعطيك انا ونسرين سبع كلمات وبدنا منك تجاوب باول صوره او فكره بتخطر على بالك. حاضر؟ تفضل. شوبان. شوبان قمه في الرومانسيه وقمه في العبقريه. الفلق او الفلقه. الكتاب وعمري 4 سنين و5 سنين. اكورديون. كنت نحمل الاكورديون هذايا متاع واحد صاحبي لاني كنت مولع كثير بالموسيقى وما كانش عندي الامكانيات باش نملك آلة، فكنت انا الحامل متاعو نهزها له عشان يبات عندي الاكورديون هذا في البيت اتمرن عليه وبكره الصبح نهزه له. سيد مكاوي. اب ومعلم كبير وعلاقتي كبيره جدا جدا به. لب المشمش. لعبة كنا نلعبها صغار واحنا مين يجمع اكثر لب المشمش باش نعمل بعد به يعني شو يسميوها هما الروزات احنا نقولوا في تونس مشروب نكسر ندق اللب نتاعو جوا ونعمل به مشروب. ابنك حمزة. حب كبير. يا عمري. حلو ياسر. نستقبل هلا ضيف الشرف بحلقتنا لليله الاستاذ ادم فتحي. أستاذ آدم أهلا وسهلا فيك ببرنامج عمري. أهلا وسهلا. حبينا نكتفي فيك كضيف أولا لأنه بتربطك صداقة بينك وبين لطفي بوشناك، وثانيا لأنه الفن بيجمعكم وعلى ودائما ماشيين مع بعضكم على ذات المستوى الفكري، وغير أنه سيرتك الذاتية غنية جدا. أهلا وسهلا فيك. شكرا. أهلا وسهلا. حضرتك بالإضافة لأنشغالاتك العديدة كاتب وشاعر وكتبت اغاني لمطربين مهمين مثل الشيخ امام والشاب خالد، بدنا نعرف شو بيميز علاقتك او شغلك مع لطفي بوشناق عن شغلك مع الباقيين. لطفي طالت العلاقه انبنت على الاشياء التي تنبني عليها العلاقات الجميله، لقاء ذاتي مع لقاء موضوعي، الالتقاء في الذاتيات، هناك مواصفات تبنى عليها الصداقات، والصداقة كما تعرفان
وكما يعرف جمهورنا فن، هناك ناس موهوبون في بناء الصداقة وهناك ناس تنقصهم هذه الموهبة، وفن لابد له أيضا من معرفة. الصداقة تسقى مثل الأزهار، هناك أزهار جميلة لو تتركها تذبل، يجب أن تسقى. فالصداقة مع لطفي كانت أساسية. بعد ذلك التقينا حول أشياء تخص مشروع فني معين، تخص رؤية للعمل الفني، ولما تدعمت هذه الرؤية بالجوانب الذاتية أصبحت يعني مسيرة والحمد لله. بشو بتسقى الصداقة؟ الصداقة تسقى بالكلمة الجميلة، بالتعبير، باللمسة، بالوقفة، بالرجولة، بالصدق، التعبير. يعني نحن ينقصنا كثيرا خاصة الرجل العربي ربما أقل من غيره تعبيرا عن عواطفه. هناك لحظات صمت كثيرة في حياتنا، والصداقة كالحب بين الرجل والمرأة لا يحب الصمت. الصمت يقتل العاطفة لأنه يجعلها ملفوفة بغموض أكثر مما ينبغي. إذا بدنا نأخذ التعبير، كيف بتعبر عن صداقتك بكلمة للأستاذ لطفي؟ الآن يعني مثلا الصداقة يعني تريدانها هكذا مرئية في التلفزيون، يعني صداقة تلفزيونية. عادة في يمكن تكون شغلة مرأت قلت له إياها، عبرت له عن سلف، إذا فيك ممكن ترجع تعدلنا إياها. يعني مرة مثلا نتذكر أنه حكينا هكا، شفنا شعرنا شاب أكثر من مما ينبغي، فقلت له إن شخت كالجذع يوما ولم تعقني الصخور فقد مشيت طويلا ولم تعقنا الصخور. إن شخت كالجذع يوما وغادرتني الطيور فقد مشيت طويلا وقد مشيت طويلا ولم تعقنا الصخور. شكرا. استاذ لطفي، بتحس حالك ممكن تعبر بذات الطريقة اللي بعبر فيها استاذ آدم؟ ممكن تعبر له بالكلمة بذات الطريقة؟ والله نعبر له ربما باللحن، ونعبر له ونحاول باش نعبر له حبي بالموسيقى متاعي، بالتنحيل متاعي، كما قالك يعني بالإيمان بالكلمة متاعه اللي يقولها لي، ونحاول أن نكون لسان تعبيره في الموسيقى، ونكون نعطي الصورة الحقيقية للحب اللي يربطنا بالعطاء متاعي في فني وفي غناية وفي وقفتي مع غناياتي وفي دعمي للفكرة متاعنا اللي تربطنا من زمان. طيب قبل أول ما التقيتوا أول مرة قلتوا كنتوا رح تضربوا بعضكم، وتاني مرة كان في عبطة، شو صار بين هالضربة والعبطة، شو صار بيناتهم؟ يعني هك يعني لا تتركين شيئا مستورا. تفضل استاذ آدم. بحب اجاوب، يعني حتى عملت نفسي انه سيجاوب. بدك تهرب من الموضوع بس احنا عم هو صحيح. يعني كانت اللحظات الاولى، هذا يعني طبيعي، يعني في الحياه لا تبدا الاشياء دائما كما نريد لها او كما نسطر لها، واحسن الاشياء هي التي تبدا بدون تسطير. هناك مذيع من أروع مذيعي البرامج الإذاعية والتلفزيونية في تونس، الأستاذ صالح جغام رحمه الله، وتوفي الآن، كان مثقف كبير وكان يحب جمع الطاقات، كان يعني له صداقات مختلفة، وحين يرى هذا الشخص يليق بهذا الشخص يقول لماذا لا يلتقيان حتى ينتج عملا، حتى تصبح بينهما صداقة، يصبح هناك عمل إلى آخره. فجمعنا دون استشارة أي منا في برنامج إذاعي، وطبعا هو يعني هناك مكر جميل بعد ذلك حين أثمر، ولكن بمكر جعلني أعبر عن آرائي التي كانت في تلك اللحظة استفزازية بالنسبة للطفي بوشناق. يعني وجهة نظري أنا قادم من
الأغنية الملتزمة. يعني كنتوا بتعرفوا بعضكم؟ كنا نعرف بعضنا ونحترم بعض، يعني أنا أحترم صوته وهو يسمع بي كشاعر ولي كتب إلى آخره، ولكن لم يقع تعامل. أنا قادم من الشيخ إمام في علاقتي مع أحمد فؤاد نجم، ثم كانت لي أغاني مع الشيخ إمام أيضا، أحب مارسيل خليفة، أحب خالد الشيخ، خالد الهبر، يعني هذه التجارب، يعني زياد رحباني، هذه التجارب اللي فيها خروج. ولطفي قادم من جذور التراث وقادم من المألوف ومن الأدوار ومن الموشحات. طبعا أنا هناك احترام متبادل لهذا في الصميم، ولكن كان يبدو لي هذا الطرب بعيدا عن الحياة، يعني لم تكن هناك شهادة على الواقع في هذا الطرب. كانت أحداث تحدث، كانت أشياء تهز العالم، والمغني العربي يغني يا ليل يا عين. بتهيألي انه هلا لطفي مقتنع باللي انت انتقدت يعني عليه من هذه البدايه. قلت لك في تلك اللحظه عبرت عن كل هذه المواقف، وطبعا استفزت هذه المواقف لطفي وحصلت يعني كدنا. مين كان حاسس انه رح يضرب الثاني بهالمقابله؟ ما فيش ضرب، ما فيش ضرب. لا لا مش للدرجه. طب امتين صارت العبطه؟ لطفي امتين صارت العبطه؟ امتى رجعت تلاقيته عزيت الموجة اثنينات؟ يعني حضرت له مرة في أمسية وعن عن عن غفلة، يعني ما كنتش عارفه اللي هو موجود. كان هو ضمن المستدعيين في تلك الأمسية، وطبعا الكلام اللي قاله لي في اللقاء في الإذاعة، رغم اللي كنت أنا ضده، لكن في قرارة نفسي قعدت راجع في الكلام متاعه. راجل كاتب وراجل عنده اسم، وقلت مش معقول يعني يقول لي كلام هكا سبهله له، يعني ما عندوش معنى. فقعدت راجع في فكري، لكن استرجعت لقيته موضوعي ومنطقي جدا. ففي يوم، لكن قاعدة الأنفة والكبرياء، لا هو لماذا أنا أروح له؟ لماذا لا هو لا يأتي لي؟ ففي يوم من الأيام رحت في أمسية شعرية، وكان هو ضمن المستدعيين في تلك الأمسية، وقال ألقى قصيد. يعني شو نقول لك، يعني لا شعوري، هو كان يلقي قدام الميكروفون وأنا أتيت من ورائه وحملته وعبطته كما قلت وبسته وهنيته. يعني فكانت فعلا قصيدة رائعة جدا جدا، ومن وقتها مع بعضنا الحكاية عندها أكثر من 11 سنة. استاذ آدم، من إزت وقت اللي إجا وعبطك؟ بصراحة تصورت بوليس، يعني تصورت كل شيء إلا أنه لطفي بوشناق. ذكريات الآن أصبحت ذكريات. المهم هي الأحلام، أيضا الأحلام جميلة أيضا. طيب إن شاء الله الأحلام تستمر. بهالوقت رح نوقف لحظات مع العلين، مرجع منتابع هالحديث الشيق مع آدم ولطفي. مرحبا. يا عمري، بعد متابع معكم على شاشة المستقبل، بدنا نشكر الجمهور الموجود معنا. رحب فيكم مرة تانية، رحبنا فيكم قبل. بدنا نشكر متابعتكم لنا، نشكر الفرقة الموسيقية بقيادة الأستاذ حسان منذر المايسترو، وأهلا فيكم ضيوفنا مرة تانية. وأهلا فيك نسرين. أستاذ آدم، بكتابتك للأغاني بتتطرق لمواضيع غير عن الأغاني العربية عادة، بتتطرق لمواضيع مختلفة مثل الوحدة أو الحياة اليومية أو الأحداث الراهنة، مع أنه الأغاني العربية عادة بتتطرق للحبيب ووصف الحبيب. ليش أخذت هالخط أنت؟ لم آتي بالأسد من أذنه، يعني طريق مثل تونسي، أنه لما واحد يقوم بشيء خارق العادة يقول لك ذهب إلى الغابة وجاء بملك الغابة يجره من أذنه. لا، هذا شيء طبيعي. أعتبر نفسي في الخط الذي سار عليه كل كتاب الأغنية الذين يؤمنون فعلا بأن هذا فن وليس بضاعة فقط تروج. هناك أسطورة، دعني أحكي لك وأحكي لك عن أسطورة وللنظارة الكرام. أسطورة
تتحدث عن الروح حين أمرت بالدخول إلى الجسد. كان الجسد قالبا من طين وأمرت الروح أن تدخل في هذا القالب. حين دخلت أحست بالضيق فأرادت أن تخرج، هذا الإنسان الأول طبعا في هذه الأسطورة. فأمر هذا الجسد بأن يغني، فحين يعني عندما غنى آدم الأول في هذه الأسطورة أحست الروح بأن هذا الجسد الضيق هو واسع ورحب وأنه أطيب مكان لها. انظري وانظر كيف جعلت هذه الأسطورة من الأغنية الجسر الذي ربط الصلة بين الجسد والروح، يعني بين ما يطرب وما يدفعك إلى التأمل، بين ما يرقص وما يدفعك إلى التفكير، بين ما يشهد على الواقع ويتذكر الماضي ويحلم بالمستقبل. هذا كل ما أحاوله أنا، يعني أغنية مفتوحة العينين مفتوحة الأذنين، تهتم بمشاغل الناس، تسليهم أيضا ولكن ليس فقط التسلية، وتشهد على التاريخ مثلما تفتح كتاب، مثلما تذهب إلى مسرحية تسمع أغنية. للأسف الآن هذا أصبح نادرا، لأن الأغنية الآن في معظمها أصبحت مجرد وسيلة للتسلية ومجرد بضاعة تروج وتستهلك وجتابل يعني. أستاذ لطفي، حضرتك كتير متولع بالإحياء الشعبية. نعم. وبكل بلد بتروح بتزور الإحياء الشعبية، ليه؟ فيها تاريخ وفيها قصة نبدا نتفسح فيها، وفيها ريحة متاحها وفيها نكهتها وعندها تاريخها، ونحب الحاجة العريقة ونحب الحاجة اللي عندها تاريخ واللي تقول لك شيء تكلمك. الحيوط متاع الجدران متاع الأحياء القديمة والشوارع متاعها تحكي تتكلم، فبالنسبة لي أنا فيلم. لهذا الأسباب نحب يعني نحب الأحياء القديمة. رح نشوف هلأ شريط مصور مع عدو فريق يا عمري وأخذ الفنان لطفي بوشناك على صيدا، منشوفه سوا. We'll be right back.
استاذ لطفي، كان لك تجربه بالسينما، بتخبرنا شوي عنها؟ والله تجربه عملتها مؤخرا مع فنان كبير ومخرج كبير في تونس رضا الباهي، عامل اكثر من شريط وعلى مستوى يعني عربي وعالمي. اقترح علي باش نشارك في فيلم كاتبه هو، وهي السيره الذاتيه بتاعه هو، يعني يحكي على حياته وبدايته وهو صغير. كان أبوه يعني يشبه والده، كان يشبه والدي، كان هو مولع كثير بالسينما، وكان والده معترض على أنه يتعامل مع السينما، فكان فمنح لي دور الأب، هذا الأب الصارم الثوري شوية، لأنه كان في الحركة بتاع تحرير تونس، وكان مثقف وكان راجل صارم يعني سي السيد. فاقترح علي الفكرة تمثيل الفيلم، ما عجبتني الفكرة لأني نشوف فيها روحي كذلك. الفيلم نشوف فيها نوعا ما قصة، هو في السينما وأنا في الفن، فقبلت الدور وإن شاء الله تشوفوه الفيلم ويعجبكم. نتمنى لك كل التوفيق بهالفيلم. ربي يفضلك يا عزيزة يا غالية. أنت لقيت حالك بهالدور؟ والله نخير انه تشوفوه بعد نحكيه عليه. ما لقيتش صعوبه بصراحه وبامانه، يعني ما لقيت الصعوبه، وحتى مع المخرج صرح بهذا وفي لقاءات صحفيه. يعني صندوق عجب. صندوق عجب، ان شاء الله تكون موفق. رح نتوقف لحظات مع الاعلان وبنرجع بنكفي مع يا عمري. هلا وصلنا لفقرة الحقيقة والجرأة. عادة معودين يكون في عدد أشخاص أكبر من هلا يتنافسوا بين بعضهم، بس الليلة المنافسة محصورة بين شخصين، ضيفنا وضيفنا الثاني، يعني بقى تكون شوي راس براس الشغلة. بدنا نطلب منكم هلا ضيوفنا تكونوا جريئين للآخر وصريحين للآخر، بدنا ما يكون الحقيقة كل الحقيقة وماشي إلا الحقيقة، وأهم شيء الجرأة، كل الجرأة وماشي إلا الجرأة. أوكي بدنا أقول لكم بروم القنيني، بس ما إنه ما في إلا أنت وهو. بروم القنينة. آدم عندك بدك تسأله يا الحقيقة يا الجرأة للطفي. شو بدك جرأة؟ أنا أعرف أنك تحب الفتوات في السينما، فمثل لنا دور مافيوزي، هل تكون لك الجرأة في تمثيل دور رجل مافيا أو فتوة؟ بقول لك يا واد، تجيبت البضاعة ولا لسه؟ أصلنا معلمين، ده احنا اللي خرمنا التعريفة ودهلنا الهوى دوكو. هذا مافيوزو مصري. ايه مصري، دغري انتقل للمصري. تفضل مع غمزة العين، تفضل بروم القنينة. حتى نعملها مرة بمرة. تشوف، اوكي. ليك انت. لا. لا عندك. مش عندي، تفضل لك. جرأة ولا حقيقة؟ لنشوف، يلا. جرأة. جرأة. كمان جرأة. يلا. نطلب منه غنينا بالفرنسي لو سمحت. انتوا كلكم تحبون الغناء، فظلوا يعني اذانكم حلوه كويسه، ليش انا؟ معلش لازم يعرفوا، لازم ساعتها بصيروا يقدروا اكثر الاغنيه الحلوه. Ne me quitte pas. ايه حلو حلو. Ne me quitte pas. يلا كمل. يكفي يكفي، خليهم يحبوا جاك بريل ويحبوا الاغنيه. هيك تغني بحبه وراح يحبه، بس بدنا هيك تغني بس. يس كويس. هنا بكتبها، ما هي غنيه طويله. يعني جي تانفونتوري اي ديمو زانسونسي صحيح. حلو انا مشجع. خلينا يعني نتبدل المواقع على الاقل في هذه. يلا طيب خلاص بعد. ممنوع. بدك تغني لنا؟ يعني بدك تغني لنا انا ونسرين عن ندنا وهو. والله ينسيك والله.
يلا خلي الجايه نعوضها يعني نعوض. طيب باللعب الجاي راح تعوضها راح تعمل دوبل. اوكي طيب تفضل. انا تفضل بروم الانيني. عندك استاذ ادم بدك تساله جرأة ولا حياة؟ من الاشياء ايضا الخفيه يا ساتر عند لطفي انه قادر على العزف بالتصفير ويحب هذه ال صحيح انه تعلم من العصفور. فيلا اعزف ما تريد بالتصفير اذا كانت لك الجرأة طبعا. اعطيني يا حبيبي الطبقة سيكا سيكا سي يا ربي. شكرا. والله ما قبلك بالعكس اتحفنا اتحفنا بالصوت تحت امرك. طيب بدنا نبرم الانيني بعد مره. نهرتنا من الجو يلا رجعنا على الجو الانيني. بدنا 10 دقائق اسكوت بعد الغنية هالموال. استاذ ادم عندك اطلب منه بعد خليه هذا طلب يعني انا
يعني خاص بي ولكن أشرك فيه الجميع. حقيقة ولا جرأة هيدا؟ حقيقة يعني حقيقة تاريخية. ما هو أول شيء حفظته من المألوف التونسي ولم تغنيه على المسرح إطلاقا؟ يعني أول مرة تقدمه لنا اليوم هكا مقطع منه. والله ما دامنا في نغم وصلة في يا نار يا املا واسقي واسقيني يا غاف يا سيدي شراب صافي مقرقف يبري الظمآن يا حبيبي 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 طبيبي واصل وارحم لا 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 صبا مغرم لا 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 يبني وضم نرجع للقنينة بس بلا ما تبرمها هالمرة. بدنا يأمرك أمر وتعمل تنفذوا هالمرة مش تهرب منه تنفذوا هالمرة. حاضر تفضل أستاذ لطفي شفتوا أمره والله يلعب اليويو هذه ما في في يويو هلا ما فيش يويو والحمد لله فيش في يويو ما في ما فيش آه في يويو في يويو من حسن حظي ما فيش يويو يبدو من حسن حظي كل شيء في يويو يا عمري كل شيء فيه يعني رانيا مثل هيك عادة تتسلى فيه لكن بعد إذنك ريدك تفريه أنت كيفاش تبتدي العملية وبعد هو يكفي وراك أنا بصير بده يقعد يلفه لا لا هلا حاضر لتبلش باللعبة تفضل يمكن أبي عم موسيقى كمان بدك بلش انا عاده بلا بلا اوكي نزله ورجع اوكي هيدا هي ادم يا كسروا على فكره هذا يعني هو ربما ارجع عد لك اياها حفيد حفيد اليويو القديم حفيد النحله متاعنا الشعبيه اللي هي الخضروف او الزربوط من خشب بتكون هذا يعني حفيد مودرن و وبيعمل موسيقى اخر شياكه واخر اناقه لكن الاخر خشبه فيها مسمار في اخرها نلفها بخيط ولا بد لها من يعني معرفه حتى ممكن يعني هذه من اول مره حلو برافو شرب الحبيبي الغالي برافو برافو اوكي لحظه صغيره بدك تجربي نسرين؟ لا بتحبيني أكثر لأن عرفت أعمل يويو؟ شخص اليويو وما رح أقبل بأقل من اللي عملته أنا على فكرة يعني استحلينا الليل نطلب منك شيء وتعملنا إياه خلينا يعني خليني أغتنم فرصة ويعني أخلط المزاح بشيء قليل من الجد هذه اللعبة الآن يعني يريد يقع في مثل هذا البرنامج وانطلاقا من هذا البرنامج نوع من التوثيق للألعاب الشعبية العربية من المحيط إلى الخليج لأنه شيء جميل جدا وقاعد يندثر الآن كله على البلاي ستيشن وعلى يعني هناك ألعاب شعبية كانت في الأحياء وكانت في البيوت
فقدت تماما واخذت تمحى من الذاكره، يا ريت يقع العوده اليها. بركي بشوف الاولاد اليويو بصيروا يرجعوا يشتروا يرجعوا للالعاب القديمه. على الاقل توثيقيا يقع التوثيق لها، هناك نسيان تام يعني، ونحن ذاكرتنا المفروض تكون للتذكر لا للنسيان كما قال محمود درويش. استاذ ادم بدنا نشكرك لجرأتك وروحك المرحه، بدنا نشكر حضورك معنا. بدنا نوقف لحظات مع الاعلان، نرجع نتابع يا عمري. نرجع مع يا عمري، وقبل ما نسمع اخر اغنيه من الفنان لطفي بوشناك رح خبركم شوي عن حياته. ولد ورب الفنان لطفي بوشناك بتونس، ومن بين 9 اخوه واخوات كان لطفي الوحيد يلي يغني طول الوقت ويحلم بآله موسيقيه لتعيش بين ايديه. التلمس عند الكتاب وحفظ القران واتقن التجويد واهتم بالانشاد الصوفي. عيش بعد هالفترة بين القاهرة وتونس، وبدأ بإحياء الحفلات وبدأت شهرته تتسع. سنة 91 التقى بالشاعر آدم فتحي وابتدأت مرحلة جديدة بحياته، مرحلة أنتجت أغاني عن سراييغو وأغاني للمنسيين وعن الأميرة الراحلة ديانا وللجزائر وللحب والحياة. وغنى أيضا على موسيقى عالمية لشوبان شتراوس وتشايكوفسكي. غنائه لأسماء الله الحسنى جميل جدا ومؤثر جدا. غنى بكل العالم وربح عدد جوائز ونال وسام الاستحقاق الثقافي ووسام الفن العربي بأمريكا سنة 97. الفنان لطفي بوشناك متزوج وعنده ولدين عبد الحميد وحمزة. هو بيعتبر أنه الفنان بغني للحياة وعن الحياة، وإلا فإن الحياة تلقي به إلى خارجها، والفن موجود بين ما هو ذاتي وما هو موضوعي، وبين ما هو هم حياتي وما هو تأمل وأحلام. رح نسمع هلا آخر أغنية لليلة، شعمت لك. تفضل. في دنيا
بعدكم معي عمري ومع ضيفنا الليلي الفنان التونسي لطفي بوشناق. استاذ لطفي، هل تم التعامل بينك وبين فنانية لبنانية؟ حصولي الشرف تعاملت مع الفنان الكبير الأستاذ رفيق حبيقة، ومع الفنان كذلك الملحن الكبير الفنان الأستاذ إيلي شويري، وتعاملت مع كملحن مع الفنانة الكبيرة اللي عندها شعبية كبيرة جدا في تونس الأخت ميشلين خليفة. بدنا زعف كبير للست ميشلين خليفة. عندها شعبية خطيرة. من سنتين طلعت معايا في افتتاح مهرجان قرطاج، غنيت معاها اغنيتين، اغنية ديوت وانا وهي غنيناها مع بعض، اغنية مظلومة كذلك يعني اخذت سكسي خارق للعادة، وهذو ما معناتها فقط اللي تعاملت معاها. كيف الشغل مع المطربة ميشلين خليفة؟ اول شيء بتمنى انها تكون عم بتتابعنا عبر شاشة المستقبل، ومن الا انه كل فريق يا عمري بيتمنى لها التوفيق. واحنا نحييها كذلك، والشعب التونسي بلغ لك سلام والحار كل ويستنى فيك في اقرب فرصه باش تجينا لتونس. مرحبا بك. فنانه كبيره، فنانه ملتزمه، فنانه يعني صوتها مش باش نقدمه انا اليوم، وتحب المغامره وتحب التجديد وتحب الفكره، لما يعني تحب الفكره المضبوطه وتكون مسطره ومخطه، ما لقيتش معها اي صعوبه، متواضعه جدا، نعتبرها اخت عزيزه عليا جدا جدا، نتشرف بها جدا جدا. لما وصلت على بيروت هل زرتها؟ رحت زرتها؟ أنا غدوة إن شاء الله بإذن الله باش نحب نعمل لها مفاجأة، ونحب نخبط على الباب مباشرة وندخل لها ومعايا العود متاعي باش نغني أنا وياها. عندنا عمل جديد إن شاء الله يران نور قريبا إن شاء الله. ما بتصور مفاجأتك رح تزبط، لأنه المطربة الكبيرة ميشلين خليفة حبت تختصر لك هالزيارة وتجي تعمل زيارة هي بي عمري. مطربتنا الكبيرة ميشلين خليفة. أنا رح نسوى بمطربتنا الكبيرة الست ميشلين خليفة. يا ريت بتعبر لنا على الميكرو شو كنت عم تحكي. حابب اعيط بالفرحه والله. تفضل. رانيا جيبي لنا كلينكس. والله ما كنت نتصورها، وسعد جدا جدا بالمفاجاه الطيبه. نحبها برشا ميشلين، وعندي علاقه كبيره بيني وبينها، يعني اخت مع اخوها يعني. طبعا قبل ما تكفوا حديثكم، نحن متشوقين لنسالك ست ميشلين، حضرتي حالك بعمري؟ بدنا نرحب فيك اول شيء قبل ما نسالك. شكرا. مساء الخير. مساء الخير جميعا. شكرا على محبتكم، على تقديركم. شكرا لان اتحتوا لنا الفرصه انه نسهر ليلي من ليالي العمر النادره مع الفنان الكبير لطفي بوشناق. لكن في حلقة مرقت للمطربة الكبيرة ميشلين خليفة، مرقت على شاشة المستقبل، حضرتيها؟ كانت بتطير العقل بكل تواضع، بس حلقة حلوة. كيف بتقيميها بين كل الحلقات؟ للحقيقة أنا كنت سعيدة جدا، لأنه أنتم طلبتوا بهالحلقة بالذات أنه ما يكون في رسميات. صحيح. فكنت على سجيتي، على طبيعتي، أوقات استسألت حالي، رجعت لا مهضومة، معلي مش الحال، سئيلة بس مش كتير يعني.
ابدا ما في شيء من السائلة ابدا ابدا بالعكس يمكن العالم النقاد كلهم كتبوا شيء جميل جدا صحيح لانه شايفه مجلة وفاء من يومين على نقد جميل على يا عمري يا ريتكم تقروا رائع جدا اول شيء بيشيدوا بالحلقه بالبرنامج ككل باكيب العمل وبحضرتكم وبحلقه مشلين خليفه انها كانت كثير رائعه الحمد لله دائما بتخبرينا شوي عن علاقتك بالمطرب الفنان لطفي بوشناق الفنان الكبير لطفي بوشناق قبل كل شيء له فضل كثير كبير علي عفو كثير عزيز يمكن ربنا عطاني نعمة جميلة وأنا فخورة فيها نعمة الوفاء وكثير من الناس بتلاقي عندهم بيبقوا قليلي الوفاء الحمد لله أنا لن أنسى وقوفي بقرطاج على مسرح قرطاج مع فناننا الكبير والعفوية اللي قدمني فيها والعفوية اللي دخلت فيها على المسرح وغنيت العين اللي ما تشوفك شي وهي كانت فاتحة خير خلقت لي مجد كبير بتونس كان لي سنوات كتير عم بسعى له وإن شاء الله تكون كمان هالليلة العين اللي ما تشوفك شي وإن شاء الله كمان هالليلة تكون العين اللي ما تشوفك شي فاتحة خير عليكم اتنيناتكم منحب نسمع منكم بإذن الله الشمس بعينايا ونحلف لو نمشي عالجمرة حبك يهدي لجناحاته يا زهرة عمري يا سمرة ملي نورت ليالي يا زهرة عمري يا سمرة ملي نورت ليالي جايني عالنقط الجمرة واختفت الشمس بعينايا احكي الوردة على خدك ويمسح لي دمعة خدايا اما قلبي ملكت وحدك اسمع اسمك في دقاته انا عمري سقيت بيدك
تشوفكش حبتك يا ليلى شجرة عمري رجعت حيا ولو ما كنت نخاف من الله نقول حبك يحيي اللي ماتوا عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت بقلبي ليديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت بقلبي ليديا ولما حبتك يا ليلى شجرة شوفيش يا صار كل اللي وعدوا والقلب اللي ما يحبكش قول قول واللي ايش عمل بحياته العين اللي ما تشوفيش يا صار كل اللي وعدوا والقلب اللي ما يحبكش قول قول واللي ايش شكرا شكرا ألف عالية Thank you.